السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان شعب الصوماليات ميل والبودا فها الدنيا كان جوجتان سو دواده ولكن محمد علي هلكا نغلا سوتان ودفاع قرن 2021 ان وركي هور الصوماليه اي ور سو داف وركي هور ور سو داف مانتا وهي مريسا ودهدلدي اوو دنبيي سوداي مالمهي لا سو دافه هبيندي لا سو دافه كد مركي مدحوينها جمهوريه فدرالكا الصوماليه يا برمنك جمهورية فدرالكا الصومالية اي كتنازل المدة كردنتي اما جهينتي شرعي جهينتي الدورة شذا سيدات كي يدلك بالله قطرو مدحوين هنا امد الصومالية هرتي كوكر دكتيون عديي ان شعبك الصومالية اي مرغاتي كان نقدان انو سراسا اين كان دورة شذا ديدا كرو ريجي دورة شذا يا امنيكا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وحايس صوت رايو ضرب يك صباح يك وحيه إسبار ذا وتعلم مقال ذا مقدشه معارض كي حراش قرن لبق رب يكل نقدين ماذا شيء حراش قرن لبق رب ينقدين قرب كإسبار ولا إذا يا قرب قاب دجن أو قاب كاسعان هاي وحكر هذين يو أو كرا البحسن فهنسن إن عن دقال iyo qolo isbaaran dhigata aan dowladnimo lagu gaareen xoogaa yar soo yar fahmay iyo qolo aan wali fahmin ee aniga qorigeyga aan wata isbaara ii taalla ku hayo ayaa loo kala baxay halka kulankii ugu dambeeyay in shalay markay warqadii soo saarayeen qoladan xaraash qaran waxaa lagu wada hadlay warwad u jeedaa ninkii dabankii waa nooga baxay ra'iisul wasaaruhu dalkan ku wareejiyay beesha caalamku waana arkaysaa marqaati bay ka tahay ummadda soomaaliyeed marqaati bay ka tahay بش عالم كم رقاتي بي كتاي واد عرقتان مده هوينها انو حلكي اسكور يجي واحد دنبون وحا حاجة كان ما هينو دودي الشرعي مركة وحاية قولو إلا اني كان دلك كسارنو يعني نجوجين دقالك قولانا وحاية هذا روحا مسعوري سوروحا دوني انا مده هوين يالبا شاقان انا انتي هرادين نوقد انت بدا نوقد مميسي عقلي عن كدرنو رقا سايري واشيخ شريف داهر قيلي يدوحلو انو ساو عقلي بدنيا ومقه بين عليك يا عبد الكريم قريد هلكا هلكا رقا حسن شيق يا حسن علي غيره يا عبد الرحمن عبد الشكور يا رقا هذا اسبار هذا اوتا لما قال هذا مقدشو يا قام يكو حيد هذا النقضي اي هذا الا ان كذب الجين اون دل كان كان كاب ام تحت لك صو صارنا مجو جنين نو تقالك ادوغ والله ولا هلي عود اغلبيات لي قادر ما دام ما دشيهن مع القدوميه هذي وحال اسكو راعي إن ورمرتيات كي صوب هاي إيه إن لو قرب تاقي رئيس الوزارة لكن نيت كما وحاول هاللي قدي كالصعدو نحن حاد أه وضيال أه كالصعد رئيس الوزارة محمد حسين روبلة حفيز كيسا يا حسن شيخ محمود يا عبد الرحمن عبد الشكور يا حسن على غير وحاله يري مر هذه الدورة شيء شرعية جهين تدورة شرع على قلة أبطي مر هذه الدورة شدة بلا عادي مر هذه مدح وينه هو وش إسكار دقي واحد دم بقى نصي هاي سنة مر عيدا مدا إيرات كسو درتار عيدا مدا دي قدي ما نصي مقع عابينا عاد نجاي هشان حسن شيخ محمود وحير عيدا كان ماشان كو حريصا هذه إن ماشى لقى سارة للربو وإن مليون يشان بقول أو دولار ليكيرا وركا واحد ساس الشرقري 1,500,000 دولار وإن ليكيرا هذا دولة إنسان عنيد كان ماشى كك حينه قرا شائق قلي حول بايق قشي نقال عن نقلي دين بان قلي قاد بان وقادني سيجار بان بحني عنتان بحني قل بير هولا سعودي مليون يا شنب قل قرا شائق قلي هرت كو انت انا هذا اللي قارن او عن هذا الكلام يوحد عن مليون يا شنب قل ان قاعدتك السوق قادم تقال خو قلي ايا اللي قرب ايا هلا يسيو دابا ديدنا عيدا كاسي لا والله بلو صدح صدح بلو مشار كودنا الا سيو انا لا تابن نبكي وضيع شاور كيف كده يستر رئيس الوزراء يبغون نقدين مدي حقوق بصدي هاد روي بحنا وحيو تجين عبد الرحمن عبد الشكور يحس على غير رأي لا بدو إسبار هذا الشيء قال يو تعلو ويو تجين محاذ ربطان وركي ور ور صدف مل لما مليون يا شم بقول أو كن أو دولار بان نجق الشيء إسبار هذا عندي جنني مقال هذا مقدشو دين بان سوق عندنا قاد بان نقص سعودي هريرية سيجار بان نقص سعودي العقب بان نقص سعودي الديلي كي ماشى كجر لباتن دولار أفرد دولار بو قادن يقفكي العقب تا سودن قرع ستان كسو قادني مقالة مقدشة دقن قار نجيب كنا كبحني وإن العقب تا نرسية دبا ديدنا
دولدو عيدان كو اي لعاكل او قعنسارا اي سيسو هديكالي ما هو دي جوغا يان انك واحكالو يلي النمبالي فرما جا انت دي بي دورشا لآدا اي واحاس انك الشقاق كو مليهم بيدين الهي عيبتي سقفكو برنان كدقا ايو عيد غارين كبتامالا ساكيت مدح وينيه دل كان صوحو كوي ايام مدح فرشو عيدا ما اسبارا ديك تيكاد احرادني رئيس الوزراء دل كان صوحو كوي ايام اسبارو لعاكو دوني ساك اسبارا اتالا عادنا الله منا الهو نقا الالي مركا رئيس الوزراء مدح وقب صدي ولي وحاس عدا فرقلنتي دولدا ان عدوغا كينيا يتي جبوتي يتي كلا هايد محايا هايتو اماراتكا نقاليه واسعو دا سيدو كلا وفدي دولة دا قدر اه صاحبة دا ان هاي مسلمين تا واناكسن با يمد وحيل لكل من رجل وزارها وحيل لكل من مضاح دي ان اوضيقي انكارتا قبية عبد حاشيها ما انترا وحيل لكل من دونان وحيل لكل من مضاشي ولينا ووضع ان دادالكي لكن ايوغو وحيوين ماديان بلد احد حادين إن دادك رونتا يوشيغان يورهايا دسان دولة دي كومات دي سانتي دولة دي إسبارة كومات دي سانتي دولة دي قبيل كومات دي سانتي دولة دي أنا إنتا كوهب سادة كومات دي سانتي أنا دين عقل عليني كفو غماشا كباح كتاك واحد كجرتان ولما رقي نانقا عانتا كولجلو ورقي دل كان سو حكوماتين وحاد رادني سانين الحكومتان موريان نمو وحوال لغو مبادي قومي كاري كدايا إني دهان بيوغي مادي وطلادو دن بيسايسيان هاد دي ديدان نسيب كدو مركا محاد مركا أنك هاد دان دفاع قران طلادا عنصين إن الرئيس الوزارة جمهورية دا فدرال كان سوماليا مودان الرئيس الوزارة وحاد تاي الرئيس الوزارة جمهورية دا فدرال كان سوماليا وحاق عانت هادي كجرة مستقبل كي دل كان سوماليا دي دل كان سوماليا الملايين تا السوماليا دي قبيل والبلي الجرير يجلعلي وحاوشي قران كان كرسوني دي ومد الصومالية دي كو عيد متهور تاغن وايل مادي الرضا واتولكا انو كالها كور تاغن المادي الرضا با كور تاغن انغو ومد الصومالية دي وانكو كرسونا هاي اولاد رز وزارة لو تان عامي سنناي قورة قورة حرق مود هشي سي لما مد ما انتقادو لما مد انغا دفاع قرر حدانا عنكو سيني نوي laba tala mid dood qaado in umadaan Soomaaliyeed aad tiraa tolkay baan ka wadi waayay Cabdi Qaasim ba tolkii buu ka shaqeyn waayay Cabdi Qaasim ba tolkii buu ka shaqeyn waayay oo talaax bay kaga dhamaatay aduun inaad tiraa tolkay dowlad ma rabo umada Soomaaliyeed naad u sheegto war Soomaaliya iska qabta ama tolkaa aad gacantooda leedahay umada aad ka qabto musharax Isa Qumar taagno مد دارات كبار تاغنو معارض دريت كبار تاغنو معارض جرر وين كبار تاغنو معارض سمالة كبار تاغنا كالي معارض دقن يمنف كبار تاغنو وحا كبار تاغن وكو آت كرسي وكو متريس ومد الصومالي يدنا الدلمي صوت بينو شاكتر وح معنا مكيانيس رئيس الوزاري رئيس الوزاري جمهورية داتاي ساكي تلو يعد الله رأس كمبوري ومد الصوماليات الدقن ويكوو كرسون تاي وحاش قدا اي ومد الصوماليات وحا يكو ادبتايات كوو دي لعضاي المادي الرضا المادي الرضا وحا وحكوو دي واي عيديد او لما حصو قريبا وحكوو دي واي او دقالو صو قري او ايتوبيا او قري او اجم هدي او حمر صو قري ايا المادي الرضا وحي وانت وصول شغي سنة وحكا قوذي واي المادي الرضا وحا وحكا قوذي واي علي محمد قيدي ودل كان دولة نمكيري المادي الرضا وحا وحكا قوذي واي عبد القاسم صلاح حسن او الصومالي عدك قيمة بدل اي سنجرين صومالي كلمة معارض سنين صومالي كلمة ديد دنين تلكابة ديد دنا ما انت الدولة نمكيري الصومالي وحا وحا يرنتا المادي الرضا وهي إسبارد وطالوا إلى المادة الرضا هو كان صوماليات باتاي وينو كوكو كرسوناي لما متغادو إنا دو مدى كابت بادي سوء قعنتو دان ليدهو مدى كاقبت إنا ترى صوماليا الدولة نمدين لو حورتاقن تلكي با حورتاقن وان كشقين واي عبد القاسم با كشقين واي عيديد با كشقين واي
انتاسا لغا ربا مدن الرئيس الوزاري وحيالا عمر كسعدو وان اقنهي مرينا كور قمنا ماشا اللي هذا واحد كسعدو حاليبان كور قمنا كدعا اسبارادا غيري عبد الرحمن عبد الشكور اوتالو اوتالو ماشا اللي هذا ايينو كور قمنا فرقل انت يا لعقها اي دريانو عيدا مضي اسراكي شقران كايو دريان بان كور قمنا هبكي قران كو اي لفا كان ايان بان كور قمنا دورشا اللي يقول يجيو امنقا يا دورشا دان هيا تلكينا ولي عيدا مضي قران كالصوماليا باورتو دي بلا صوفا كان ايان صوماليا ويقول داو نيسا دي الدولة اللي مضى تلكا ملاحن دولة اللي مضى صوماليا الهي بان كو قداري كتابك قدارة تكدبي كتك أصلا هين تلقى قعنته وذا لذا نوتك قبو هديكو احترامي وين كاحشون وين أديكو أشقدي هيا أو ما أنت أمضي الصوماليات أو دن قبيله قبائلات كي دن الدري الدارات يدق لي مرف إيه أنت بس هاك كو كرسوي هين تلقى هدا تكشق أيوه يدو أو حلك اللي قول دي بحتا كو احترامي وين أو شقد اللي قول إن ما كو احترامي وين قعن بلا كو قبو أصرك أضعك قبل كده سكت إلهي بانك وقول داري ما أنتي كود بشا حلك هذا هو إنه الشيء يوم تصوم الصومالية نمر قاتك هذا قدي إن الحلك هذا اللي قول رجي دور شدنا هذا دقوا جامنيس أمن قتل كنا دقوا جامنيس ما أنت عجيم رئيسا شلي أودن بيسيب أسراكي باورت عيدا كلا نفكري أو رئيس الوزراء هراء ذلك يا نن إلى عبد الشكور أي قهري عيدا كباورت عيدا كصوص هوريين أو إلهي والله صوفا كني أو مدى صوتا كده حيث الجمهورية الفدرال كاسومالي وحين أقبلك الربا وحين أقبلك الربا مدى رئيس الوزراء نن إلهي قالنا تهي حقك كهذا وضيال باجرو وحقرت باجرو نوغ موسى عبايد أيو حيران تهي عفافده وحيران تهي باشا كاديدا عشان كرين ومدى الصوماليا دوحي دقوه دو مغلي كران ما دقون نمدى حسن قرقور تواحن مغلي كران ما إما الله أنت إنا غير روحن مغلي كران ما إسبارة ما هالصلاة إقيل اللقو قلنا يقال جعل وحن مغلي كران ما شلينا مدحويني هاديكو صومك عابي وحاسو كشغين وي ثلاثة أذن عيا كم قعدة بحكة قعدة جروي ينروبي أرمات قلك سيف تكلب حيسا أرمات قلك سيف تكلب حيسا أو أطم الدعم بتبادني سا أرمات قلك سيف تكلب حيسا أو أطم الدعم بتبادني سا شال قريب الربج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرمات قلك السيف تقلب هايسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام دفاع قرن. سودة ودوجدة ما دام آتاي نن قال جعل سر السورة. ودوجدة نمك يوضي يا شهر رئيس الوزراء دل كان شغل الله إن مدى تركي وكود لا يسوم علينا وي وان قران سنينا أو وان دقي سنينا أو وان أركينا. محاذ قلت لله رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. الله محمد ومدى الصباح قد تجرون السلام يا دفاع قرن وماسين فصد غالي اسي سي رسل سارة جمهورية فدرال كصوماليا مدانا محمد عبد الله مدانا رابلي وحمق شيغي لهين هدانونا مدى الصوماليا
halkaas waxa uu ahaa Soomaali raas caseer ilaa raas gambooni umadaas raas gambooni ilaa raas caseer degan oo Soomaaliyeed oo digil iyo mirafle iyo dir iyo raxaway iyo nimanka jareer weyn iyo daarood iyo hawiyaha kale wax ma kawadi waayeen wax uu kawadi laayo waa nimanka hiraab oo iskul jifid yihiin umadda Soomaaliyeed u caday oo dhahaa waxa wax kawadi laayo waa nimanka ilmadeerta ee hiraab abgaal iyo habar gidiraa wax kawadi la ahay umadii Soomaaliyeed waa ka tanaasul xilkan madaxweynaha jamhuuriyadda ii magacaabay Soomaaliye waxa umad u cadeey aa fiican waa la ogyahay umada Soomaali waxa maanta xamar qasay oo fowdada ku wada in waa ilmadeertiis oo hiraab ah awii kale xataa ma ahan awii waa far badan yahay awii kale xalaashe waxay taageersan yihiin dowladnimada Soomaaliya anaga khaasatan beesha Galjecel Saransoor ee gobolada dalka ku sugan waxay garab i gaashaan u tahay dowladnimada Soomaaliya oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u horeeyo insha Allah ilaahay duu yiraahdana roob waxaan ka codsan lahayn in safety-sa gasha kala baxo oo qaranimada Soomaaliya cidda diido waa la yaqaana oo cagta mariyo iyo inuu xilka iska codsilo oo dhihi oo dhahaa nimanka hiraabaan ka wada la ahay awiyi kale xataa ma ahan awiyaha kaloo ballaaran oo gobolada dalka degan dowladda Soomaaliya way taageersan garab iyo gaashaan u yihiin in ummadda Soomaaliya u cadeeyo ayaa la doonayaa ninka mooryaanta ah oo mahadsalaad iyo ninka la yiraahdo Cabdishakuur Warsame oo geeli gaal jecel oo deyn in soo qaatay laba maalmood ee dhiibayna dad dibadaha jooga beesha habar gidiraa noo soo aruurinaya ee loo biri ka bacdi ninkii dalaalka ahaa ee caana nuug ay dhaheen loo biri ka bacdi noo imaan lacagtaada aan ku siinayna 10 neef oo calaa neef 1500 lagu qiimeeyay ay diideen marka loo tagay dhaheen waxaa ka tirsan tihiin beesha hawiye ee gaal jecelow ee hawiye waa ciidanka hawiye loo qala geela waxaa loo soo horjeedaa dowladnimada Soomaaliya khaasatan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkan daaradan ka soo horjeedna iyaga hawiyaha tihiin gaal jecelow ee geel asaasan loo qalay waxna mani hayna afcad ay ku dhaheen meeshii gaal jecelow ay tiri aniga xaqtid ganacsataanahay oo xoolahooda ganacsi u keensaday maariyaan iyo tuug wax loo qalaane dowladnimada Soomaaliya loo soo horjeeda xoolaha inay ku bixinayn hawiy ahaan hadda wax u qabanaysiin Rashiid Durre oo nin beesha gaal jecel Saransoor oo magaalada Kismaayo ku dilay dhuxulaysta Axmed Madoobe ayaa waxaad inaad Kismaayo tagteen oo kusoo caano shubteen Sheikh Shariif iyo Xashi Maxamuud iyo Cabdishakuur Warsame ay tageen Kismaayo ay kusoo caano shubeen ninkii dhuxulaysta ahay oo ummadda Soomaaliya dhibaatada ku hayay magaalada Kismaayo ognahay adeer ana dowladnimada Soomaaliya waa taageersanahay haddaanuna beesha gaal jecel oo gobolada dalka Soomaaliya ku sugan kan ku sugan Beerxaan iyo Buurgaab iyo Cabdalla Birool iyo Janaay Cabdalle ee gobolada Jubbooyinka iyo kan ku sugan Leeg iyo Aqbiri Weyn iyo Kabaheer iyo Gooban iyo Balatul Amiin ee Shabeellada Hoose iyo kan ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ee Jowhar ilaa Gambool ilaa Jimcaha Jilyaan iyo Kinka Shiinaha iyo kuwa ku sugan gobolka Hiiraan ee Baladweyne ilaa Ceelcali iyo Buqa Qable iyo Mukoyli iyo Ceelwarre waxay taageersan tahay dowladnimada Soomaaliya waxay garab iyo gaashaan u tahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya 8 cod aan ku leenahay dowladda dhexe Soomaaliya aqalka hoose aqalka sare 8 kursi ee nootaal waxay u codayeen dowladnimada Soomaaliya oo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u codayeen dowladnimada Soomaaliya inaga ma ka soo horjeedno garab iyo gaashaan u nahay ee adeer xoolaha ina nasiya hadaa diidan ee Soomaali maanta cid kale xoog badanaysi jirin saasa lagu soo kartay beeshii gaal jecel waxay af duubteen 4 baawr ay ka qabteen deegaanka Yaqbir Weyn ee duuleedka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose oo ku sii jeeday degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay baawurtaas oo iska lahaayeen nimankan beesha habeer gidir qaasatan beesha Cayir oo ka soo jeeday Mahad Salaad iyo Cabdishakuur Warsame magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan galbeedkiisa waxa lagu qabtay baawur inay qare ay lahaayeen Mahad Salaad reerkooda maanta haddaan waa waanti u dambaysaa socota inay 10 neef geel ay xoro lacagtooda soo shubaan ee beesha gaal jecel baawurta shantaas ay la wareegto arintaas maanta ay socota hadda odayaal warkan waxaan ku hayaa in ii tageen deegaanka Yaqbir Weyn odayaal beesha Cayir ah ay dhaheen 10 neef geel ahay lacagtoodan dhiibayna ee gaal jecel baawurta soo wareejiyo gaal jecel waxa uu dhahay lacagtii 10 neef gacanta noolu shubin shantaas baawur ma dhiibi doono marka hadda arintaas aad taagan marka waa nimankan niman tuuga dowladnimada Soomaaliya ka soo horjeeda oo gurihii dowladdii Soomaaliya ay lahayd ee xarumihii dowladda dhex fadhiya oo dhulkii Soomaaliya dadkii Soomaaliya dhulkooda ay haystaan marka dowlad quwad leh in dhalatay diidan yihiin oo lala xisaabtamo marka waxaan dhihi lahayn dadkaas tuugada ummadda Soomaaliya in iska dhiciso iska qabato
waxaan arkay dad shay oo qadka facebook soo dhaxgelinayo sawir gabar hadlaysa iyo laman ciidan afar oo ag joogta oo dhahay afka beeshiga jecelan ku hadlayna dowladda soomaaliya sawir jeedna waxaa dhayna arrintaas waa been gaal jecel meel kastoo jooga gobolada dalka soomaaliya ku sugan yahay wuxuu taageersan yahay dowladnimada soomaaliya dadka iska hadlana gaal jecel ma ahan waa dad caloosha u shaqaystayaal gaal jecel ma matalaana maanta xashashi maxamuud iyo sheekh shariif cinta taageeraysa oo gaal jecel ma jirto waa nimankii gobolada jubbooyinka u gacan geliyey axmed madow dhuxulaysta kismaayo u gacan geliyey warshid durre meydkiisa yeelo oo tagay soo caleema saaray adeer nin gaal jecel oo beri taageera xashi maxamuud iyo sheekh shariif aysan jirin anaga haddaanu nahay beesha gaal jecel sanad sore ee gobolada dalka soomaaliya ku sugan waxaa taageersannahay af cadna uu caddaynayna ummadda soomaaliyeed in dowladda soomaaliya taageersannahay oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka uu yahay iyo ra-iisul wasaare rooble ayaan garab iyo gaashaan u nahay haddaanu nahay beesha saransoor ee gobolada dalka ku sugan maxamedo wixii su-aalna waa i weydiin kartaa insha allah aad aad u mahadsan tahay sida sharafta leh noogu bayaanisay xaqiiqooyinka jira ee magaalada muqdisho ka jiro waxaan rabaa inta aan su-aashayda gelin waxaan halkan rabaa inaan uga faa'idaysto oo aan wargeliyo shucuubta iyo qabaa'ilaadka ku nool gobollada jubbooyinka ee deggan ee soomaaliyeed ee dir iyo daarood iyo hawiye degel iyo mirif beelaha gaaljecel cowramale shiiqaal warday iyo biyomaal jareer mareecaan majeerteen ogaadeen ilaahu afka kaa goynin digir iyo mirif nimanka la yidhaahdo juuraan iyo qorada la yidhaahdo maxay ahayd baajuuni dhammaantiin waxaan ku wargelinaynaa inay insha allahu karoonihii yurub waa ka dhammaaday waxaan rabnaa dacwad baa socoto dhuxulayste oo xasuuq fara badan ka geysta degaanadaasi cid alla ciddii dadka ay dhibaatadaas dhuxulaystay iyo ciidamada kenyaanka ay ka geysteen dadkii loo geystay eheladoodii waa inay la soo xiriiraan difaac qaran si aad cadaalad u heshaan sidoo kale dacwaddaas waxaa la dacweyn doonaa safiirada gacanta siiyo gacankudhiglaha arxanlaawaha ee xasuuqa ba-an ka hayo ku haya shacbiga soomaaliyeed ee gobollada jubbooyinka cadaaladda caalamiga la tiigsan doonaa ayaga xitaa waa la tiigsan doonaa safiiradan la tiigsan doonaa layskagama hari doono waxaan leeyahay dhammaantiin beelaha aan halkan ku xusay oo dhan ee dadkoodii la laayay insha allahu ha la soo xiriiraan guddiga xasuuqa gobollada jubbooyinka ee soomaaliyeed ee dhowaan aan ku dhawaaqi doonno insha allahu waxaan leenahay walaalaha ciise maxamuud nimankii uu ka dhashay abukaata qalyar ee ibraahinada ahaa ciise maxamuud ninkii laga diray ee doctor ninkii muxuu ahaa ganacsaday xasiicid adoon ogaadeenka la laayay qolo walba oo wax loo geystay mareexaankii 11 udambeysa bisha u dambeysa la dilay gaal jecelkii dhammaantiin fadlan nagu soo biira si aan cadaalad u helna dacwadda dhuxulaysta keliya ma ahan dacwadda dowladee gelaysaa dacwadda safiire maanta asaga caawinayay gelaysaa cadaaladda caalamigaan insha allahu la tigsan doonaa intaasaan leeyah marka su-aashayda ugu dambaysaa waxay tahay arrinkaasi waad ka jawaab su-aashay ugu dambaysaa waxay tahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta waxaa hortaagan nidaamkii iyo waxa loo idmaday ay soomaaliya u idmatay waa beeshu asaga ka dhashay ee hiraab waa abgaal iyo habar gidir cid kale maah abgaal iyo habar gidir baa ku taagan oo lugaha ku dhegan oo ka shaqayn laayahay soomaalida kale mayla soomaale iyo martiino hiraab iyo maxay ahayd maxamuud hiraab iyo niman kaliya gaaljecel saransoor iyo gugundhawo hawiye iyo dadkii oo dhan wax haysta ma jiraan waxaa haysta waa cilmi adeeradii hiraab waa raggii cabdiqaasin u diiday ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dadku waxay leyi maxaad qabiil uga hadlaysaa qabiilka xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha la fadhiyo kayra oo ra-iisul wasaare aha ayaa saddex neef oo geela dhahayo beeshaydii baan ka gadoomay anigoo ah musharax madaxweyne xasan cali kayra waxaan beesha murursaday aan ka dhashay ka gadoomay saddex neef oo geele qabiilka waa litacaarafu odayaasha marka haddii ra-iisul wasaarihii shaqadii loo idmado tolkii uu ka wadi waayo miyaysan beeluhu hiraab aysan odayaal dhaqameed iyo saldanooyin guun ah iyo waxgarad wax kala dhihi kara miyaysan lahayn maxamedow sida arrinta u bayaaninayso waa kaa mahadcelinayaa gobolada jubbooyinka haddaa ku laabta deegaanka cabdalla biroole ee gobolka jubbada hoose waxaa degan ciidamo kenyaati ah oo xoog ku haysta 10-kii sano lasoo dhaafay deegaankaas waxaa aas-aasay
nin la yiraahdo cabd oday la yiraahdo cabdalla birole oo hadda meydkiisa lagu aasayaan dhexdaas magaalada kismaayo beer calayn ninkaas wuxuu dhahay kenya ciidankaas oo magaalada deegaanka cabdalla birole xooga ku haysta naga guura deegaanka dhibaato ma u rabno deegaankaas waxaa inta badan weeraro ciidanka macawuusleyda deegaanada ka aasaasan iyo nimanka kale oo al-shabaaba markasta weeraro kenya iyo dhuxulaysta ciidankiisa meeshaas xoog ku haysto odaygaas cabdalla birole waa nin kasoo jeeda beesha gaaljecel oo aasaasihii deegaanka cabdalla birole odayga waxaa la sheegay inay ciidankii kenya ay sumeeyeen oo suntaas u dhintay markaasoo xanuunsan la geeyey magaalada kismaayo oo kismaayo ku dhintay arrintaas sirtaa helaynaa haddaanu nahay beesha saransuur khaasatan beesha gaaljecel in nabadoonkaas cabdalla birole oo ciidanka kenya ay sumeeyeen oo la geeyey magaalada kismaayo oo magaalada kismaayo ku dhintay ninkaas wuxuu dhalay ninka hadda sheeganaya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdi baaley ninka la yiraah xuseen ayuu dhalay oday cabdalla birole waa ninka lagu magacaabay deegaankaas cabdalla birole hadda ay xoog ku haystaa ciidanka kenya iyo dhuxulaysta marka arrintaasna sirtaasaana soo gaartay in ciidanka kenya ay sumeeyeen oday cabdalla birole oo diiday in ciidanka kenya naga guur meesha deegaankaaga guur hoos dhahay markaasay ka biidiiday ciidankii kenya markaas in la sumeeyey oday cabdalla birole arrintaasaan ula xaqiijiyey oo magaalada kismaayo ku dhintay aanu lagu aasay qabuurihii baar calayn ee magaalada kismaayo marka ninkaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka sheegtay cabdi baaley oo ciddaas matalinaysa jirin beesha gaaljecel ma matalo haddaas beesha gaaljecel aas matalne dadkii hortiisa malagu dili lahayn nabadoonkiisa iyo aabihiisa iyo mala sumayn lahayn asagaaba in la badbaaday u baahan ummaddaas soomaaliyeed ninkaa cabdi baaley iyo ninkaa la yiraha maxamuud siid aadan iyo ninkaaigada fandhicil maxalaal baa mise waa xaaraa sheegsheegiisa ka xun war waxaa haya xasuusin labada ahay odayaasha marka halkaas insha allah waanu gudbi doonaa guddigii dabagalka xasuuqa la magacaabi doonaa oo soomaalida jubbooyinka oo dhan ah insha allahu waa ka wada hawos baan uga wada hadli doonaa ergadii beesha gaaljecelna waa nagu soo xiri doontaa odayaasha haddii marka ra-iisul wasaarihii dalkan soomaali oo u idmatay uu shaqadii ka wadi waayo beesha habargidir iyo beesha abgaal miyaysan odayaal caqli leh oo wax kala qaban karo oo wax kala oran kara aysan lahayn su-aasha iga jawaab maxamed horta dadka hawiya dad horta waa dad waa isqabsada ma ahan dad war iska yeelaana ma ahan ciidiid iyo calimahda markay isqabsadeen ciidiid garle calimahda garle dadkii dhahay waa hawiye oo qoorta isku sii geliyey marka roobla laba mida u furan in safetiisa gasha kala baxo oo nimankan cagto aas mariyo iyo in xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya iska casilo labadaasaa u bannaan haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed in dowladnimada soomaaliya la taageeraan qabnaa oo garabi gaashaan dowladnimada soomaaliya na deeqdo maanta hadday dowladda soomaaliya burburtane cid kasta goof ay leedahay goofkeeda ku laaban doontaa cid maanta deegaankeeda loo talagalayso jirin dowladdii markii burburtay dowladdii dhexe dad qabaa-ilo soomaaliyeed oo iska reer iska guuraha jira dhulkooda iska dhexmari jiray oo ciidan haysanin oo ciidan waaja dad nabadeed iska ahay laakiin dadkaa beri waa soo wada jeedaa dhulkooda in la mari karin oo dhulkooda xiran yahaa cid kasta dhulkeeda xiratay hadday dowladda soomaaliya burburto aan qabaa marka dadkii horena hadda waa iskuwada tashtay marka dowladnimada soomaaliya na deeqda dowladnimada soomaaliya hal taageero haddaa la diida cid kastana goof ay leedahay goofkeeda ku laaban doontaa aad aad u mahadsan tahay insha allahu marka aad qad ka baxay soo wac arrintaasaan gelaynaa insha allah guulayso guulayso asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu difaac qaran baa toos ugu jirtaa asalaamu calaykum adeer hayeen adeer adugu ma hawiyaa tahay sadaarood baa tahay aniga miya ha hadal dee anigu waxaanahay soomaali soomaali baan ahay soomaali yaad ka tahay sheega soomaali qabiilkaaga sheeg yaad tahay soomaali ka tahay maanta waa gardigaraynaay maqabiilka daarood daarood baan kahay daarood daarood haddaad tahay ra-iisul wasaarihii dalkan siyaasadda iyo doorashada iyo amniga loo dhiibay ilmaadeeradii oo isbaara u taallo ayaa madax furasho ka dalbanaya habargudiyo abgaal buu dowladda ka wadanaa yahay cabdiqaasim baa ka wadanaa caydiid oo xabad soo galaa ka wadi waayey maxaad kula talinaysaa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare roobla miya ha haddaad hadli karin dad hadlaya loo dhiibaya anigu waxaan aaminsanahay dowladnimadu ilaahay baryo ku socon haya dowladnimadu waxay u baahantahay in la isxanuuji sa
هذان حنون لا أرجنا إلا كاو أول مايو هلا أول بشروط الامتحان هون اللي ما بدي حكره الله يا عزك أحد بدو ما حصلت هاي أحد بدو دلنت هاي قف عادي عن ربنا أولم بينو دونينا ديرن إسالو ديرن هاي ديرن قف بقيم بالربا حلو حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام قول الحق ولو كان مرة إلى هذا الربا إبريرو إبريرا الربا بريرو ما أهن أنت سمالي وسمالي وكسو قدر ساكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بالدارات ما تمسهوية تاي. الله يرحمه الله. أوكي رئيس الوزراء الدلكة الله يعزك نقدر نبى تاي لانديري رئيس الوزراء الدلكة شقة اللودي شقة الدلكة اللودي بعلم علم هذا الردي مكوذ وياي ما عاد كرة اللد مع حسين رملة. محمد حسين فضل وحان كلت كلمه يا وديني الصوماليات ان ما حان كلي كرا ان علي ردي اسمها ده ودنك بري وما باهره ودنك و باهيه ان غعن حوغ لو قبطي و باهيه ده نمنك كور يمادنا و قبطي و باهيه الله يا عزك هذا ما سنتي كوسو ان قد قايقا ولالكي سويدن وسوينا ولالكي سويدن وحال ربا جلجلاع ان لا جوجيو وحال ربا ان باتك يا الله الله ان باتك يا الله الله للدوريا جلجلاع لو ما باهنا هلا السلام عليكم. السلام عليكم. هلا. عليكم السلام محمد الله السلام الدفاع برن هلا وقت مقلة يا ولال. ما أنت وحوي وحان ربنا بهشوا حالي حاجة 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 عن سيد دبئر لوفيدن لوفيدن مفيو باتو ما أنت وصومالي وتنازلي لمن كي إسبارة دكتي أيو وتنازلي وهو البدر الكاسوماليو شروطه أي دقيقة واحد مذهبينه هو كورة جيد دورشة الرئيس الوزراء هي بالقول رئيس الوزراء هم حاط كرة تلين الله يد وحاهر تاجن كوي عبد القاسم هور تاجنا وحاهر تاجن كوي عيديد وصوها الجمي وضل كان تاجي وصل دندي سعودي ذي ما حاط كرة تلين الله يد رئيس الوزراء إيه لا درست رئيس الوزراء هم يتبع كرة تلين يا واحد لا يا هور ترى إلى هيك رب كاجي هقلو حقيقة ملك الله الله ها من قبيل كل قمية أو عرض حل أو شخصية حل أو قضية حل وهي نماك ماشة شوكا واحد كو قرانا ساتا محمدو وحكو ليه المدحوينيه رئيس الوزارة أنا وحي ليه رئيس الوزارة هدلك وعنفي قبيل وي عنفي قبيل بي كجران وعنفي قبيل وي كو سعادة صدق 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 عاد بوما سياي السلام عليكم سلام يا أخو سلام يا هاي مدارات بتم سويها تم سدير باتاي إلا أنا قد دلك تبا دراويش باني هاي دقيسة دراويش باني هاي مقارين هاي دقيسة لاندري 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 سدو سدو عرق تار رئيس الوزاري جمهورية دا شقد اللو دي باي إنين هبر قدرو هرابا وهوية وحا هرتاقن إسبارد وطالو وأن من هوية كو عيديد ومستحيل يفرفر كي مدهور استاقيبا هرتاقن كو عبد القاسم كقدم ما يتريح أفرتي سنة هرتاقن ما أنت محاد خلطة لرئيس الوزراء جمهورية الفدرال كاسوماري رئيس الوزراء وحن خلطة لها الدنيا ذا نيك بن عادن كائن وأودي استعماله وناسن سومالي انتو هرديقو أو مرخاتي كدكتا ما أنت ماشا أي دولة دو كدقاق إلاته أو مرمرسيني هرق يفرماتش أي صور دماتي إنو أودي استعماله أو وأفر نين وحن ماشا هرتاقنية أفر نين إيا الدولة دي ما ترتمي كران نمكا إن حوج ماشى على جسارة مر حد يوناك جديدين شروده هذي أردن اللي فليي وحاي واجب كقوله إن إلا سارة وناكسن ونمكا دولة اللي جسعت فيه هذا ما صنته قوليسو دراويشته قوليسو قد كهيجا السلام عليكم ما قعيو قبيل كهيجا شيء هذا نحن على وبا نمانتي أو عليكم السلام أنا جا إنه وحام ذا وحام ذا بيشو أنا مقبلشان كل شيء بس كان رياش الله ماذا حاجة شك قبيل كاجا قبيل كاجا شك قبيل كاجا قبيل كاجا قبيل كاجا ولا لي قبيل كاجا قال أبقى العسمانات أبقى العسمانات هاي ما شاء الله إلهو إلهو كشرف
قباتي ما محيته محاد كرات الله رئيس الوزراء الجمهورية الفدرال كصومالي هدي محمد عبد الله فرماجو وحي إنما كان عصدين والسميجي حلكنا إسكندجي رئيس الوزراء كوريجي رئيس الوزراء ننهبر قدره هرابة وياي إسبارتنا وحي يطلع لنا من هرابة أيهين ما أيقى قدرنا مس رئيس الوزراء قدرنا هدي أو رئيس الوزراء قدر ليه محاد كرات الله أنت إسرع سو أنا جهوز عدوين هاي إن ممكن مرران دولة مدحوينها هنا وحي ربا إنا بهد بلان سيه أيالان عبدالعزيز أيالان مانا لقي أيالان هادي أنا لقي قبن ريسو مسارع هاي أسئلة هادي أوس إن ممكن تفارق قبن مانت مانت غور غور تاي ميدا كله إن أنا محمد جيد بها الله مدعاو أبتيها بس كان ميل ساراي والله أسان ميل ساراي ميدا كله مدحوينها هدو القاسة هدو القاسة من منك أتني من قول الله رسل وجوة مقبسة أنا أقول أسر مقبسة خير ماري أسكلا ما أقول عليها من منك ما هو الصار والله أنت قار قار تهد رئيس الوصارة برية وخمة كاريسة برية هأسكا قبطاني منك ما أروا البعيدة نعفك معي وأنا أعفك معي ما أروا البعيدة من منك أروا قبطا الله يعزك وكه آدي تقول إيشو وهو يقصد ماليات وأبقى العثمانة لاندري وركل الربا وحيتها باش رنتها اللي شو شيء فيها رأ ماذا هو أرمحات كوهاي ستان محمد عبد الله فرماجو وادي جاي سو فرماجو دورة شد حكومة ده الجاسين تاكورة جي ما هين واكورة جي محاد عيدا كوري وقول حجرتها محاد صور رد عيدا كوسو صاريسا عليه محاد كوانك الله ألنت ألنت أوكي صنوه هدوه هدوو السلام عليكم سودوو ما دام عاد هاي قبر دقل يمري فاتاي ها هيا كسعو درير وحان إلا يعني وحان كد وكاد للا هاي ولدان هادا مدحتوية فاتيسو فاتحكو ما إيمان إن دولد النين رقع علي محمد جيديا ماشي كان دحدا حيرتو ونحوق موريانتا وقال بختي ماشي لتاغن وسجاش يكوزي كوسو قرطان موريان مدري غريه لجعلنا يديد وزاره انت ساوي شيء لهاري. هذيك مدام عطاك برلاندرو هم ديري مرفا رئيس الوزاره سو قد بلا يلماذ الردي اسمعني هدي هدي انت ساوي سؤال. هانا غار لحظه مسكي عبد القاسم ودوله تكوز وين ما ديرتي سوى ملحتوين كساري ملحتوين هكا كساري على محمد جيديا كساري. هلو دي بمعنى عطا هذي بس يا لمبرك الدفاع غير النقص سوى 58 كودن بيو بالله عليكم عاد بنكون سلام يا انت اوكي السلام عليكم وعتانك الله كاقاضي جوجي السلام عليكم